من سوف يحقق هذا الانجاز، من حقق بطولة محايريش سيكون له شرف بطل مدينة قرنيم، على الاقل بطل مدينة قرنيم، لانك تشارك وتؤيد احلى البطولات واجملها اكبرها واعرقها. امتعها وافرجها يا بدر. يمشي الصواب نبيل، نفس البداية ونفس التكتيك ونفس النهج التكتيكي، نفس البداية قد تكون يحافظ واحدة بواحدة وينتظر الغفلة ويعطي احلى اسبقية كما فعل في الشوط الاول. تمشي على حال حسان ميتوش، حسان فنيات عالية من حسان، يعطي واحدة واحدة، يعطي الثانية وين، يمشي حسان عند مورتي، مورتي يعطينا اضربنا مليها وحليها وغليها، يمشي يا حسان، يلا يا حسان، اعطينا احلى تسويبة، اعطينا احلى بداية، اعطينا احلى متعة وإثارة، اعطينا الشواء المضمونة، واعطينا الفرجة الممتوعة، يمشي الصواب ولكن فقط عند الحارس، فقط عند الحارس كما قلنا، يلا يا حارس يلا يا لاعبو، اعطينا واحدة واحدة يا مبارك، عالية عند بيدين بعيدة، بعيدة من بيدين، ولكن فقط كما قلنا، للتماس مرة أخرى، كما قلنا، كان التقدم أولاً، أول تقدم كان لفريق التكوين عند مبارك بردلية صغيشب، والتعادل كان عند مورتي، كان عند طريق مورتي، يعطي أحلى تعادل لفريقه، يمشي نبيل، مع مبارك، يحافظ نبيل، يغطي مبارك، يمشي له يحافظ، يحافظ على كورته، يا بيدان، يمشي بيدان، عند مبارك واحدة واحدة، واحدة واحدة يا مبارك، واحدة واحدة، لا عجلة ولا زربة ولا إثارة، لازلنا في بداية المقابلة، ولازلنا في الشوط الثاني، وفي أحلى دقائق من المباراة، يمشي مقطوعة من حسان، ولكن تدخل بيدان، تدخل التماس، وأحلى تمريرة، الفريق هنا، يمشي لين عند فريق القزارة، أعطينا يا قزارة ويعطينا يا تكوين. دورة مليحة من حسان، يحافظ حسان، ولكن تدخل اللاعب رقم 20، تدخل اللاعب رقم 20، هانية ومليحة، يضرب ويعطي، يصور ويفنن، يضرب ويمتع، يحلي ويمتع، ويستمتع معنا، كما أنت ممتع ومبدع يا حسان، كما أنت كبير ومثير يا حسان، يمشي واحدة واحدة، صور ديال الملعب، عكس الإثارة، يمشي حسان، يحافظ صعيبة حياتكم، صعيبة تصرصح كرة من فريق القزارة، مقطوعة داخلة عند حميد. أحمد مع نبيل، يعطي نبيل تمشي، مقطوعة من أحمد مرة أخرى، مقطوعة من أحمد، والحكم يقول خطأ، يرفضها بسرعة، يضرب ميتوش، يا حسان، يا حسان يصوب تصويبة باردة بعض الشيء، ليست بالقوة المطلوبة يا حسان، وخاصة بطاقة صفراء لفريق التكوين الميداني عن طريق بيدان، بيدان بطاقة صفراء، تمشي عند بيدان أحلى صفراء، أحلى بداية وأحلى إثارة وأحلى أشواء وأحلى جنود وأحلى مباريات، مباراة الموسم، مباراة الشهر، مباراة النهر، مباراة الكل في الكل، يمشي كرة عالية تدخل مبارك، عكس اللاعب، كترة تاك، أعطينا كترة تاك ولكن التسرع، والتسرع مباراة أخرى، عكس اللاعب يضرب ميتوش، يا حسان يا ميتوش، ماذا ضيعت على فريقك؟ فرصة الأسبقية والتقدم تضيع مرة أخرى، يمشي بيدان، يعطي بيدان، يضرب بيدان يا بيدان، واحدة واحدة، الأولى أنا والثانية أنا، واحدة واحدة، ضيع حسان مع الحارس راس راس، وضيع بيدان مع الحارس راس راس، كلهم راس راس، ولكن تاع بيدان، روغ الأول، روغت الأول باي باي، والثاني في غمر كان، والثالث كان الحارس، والثالث كان الحارس الرداد، كان في أحلى حلة، وفي أحلى تصدي للرداد، الآن أي مباراة، الجنون كنا الجنون، والإثارة كنا الإثارة، واحد واحد، أعطينا المضمون وأعطينا الإثارة، وأعطينا فرجة السنين، وأعطينا الكبيرين، وأعطينا تراك التاريخ، وأعطينا التاريخ والأندية، وأعطينا الجغرافية وحدثنا على الماضي والحاضر، وأعطينا أحلى أجواء، وأعطينا أحلى مباراة، وأعطينا أحلى إثارة في أحلى مباراة، تمشي الآن، مباراة الشهر كما قلنا، بيدان يضرب لا، لا يا بيدان ماذا ضيعت؟ بلينا يضرب، بليسرا يضرب، ما عندوش مشكلة، ما عنده أي حاجة، ما عنده أي فريستايل، يضرب بواحدة ويضرب بالثانية، ماشي مشكلة، المهم يعطي التقدم، والمهم يعطي الأسبقية لفريقه، يضرب بالراس، يضرب بيده، يضرب برجله، يضرب بأقدميته، ماشي مشكل، ماشي مشكلة يا فريق القزارة، المهم أعطيني أحلى أسبقية يا بيدان، مشى بيدان بخبر بايكاي، مشى بيدان، يعطي مع حماد، حماد يحافظ على كورته، حماد مع حسان، يمشي حماد، واحدة واحدة مقطوعة من حماد، ولكن فقط التماس. كما قلنا صراحة لحد الساعة هداف البطولة هو بيدان، بيدان لاعب فريق التكوين المهني. كما قلنا هداف البطولة بيدان، تمشي الآن ضربة مرمى، ضربة تسديدة على عكس، يمشي حسان واحدة واحدة، ولكن مقطوعة من سمير، مقطوعة من سمير، يمشي سمير مع حسان، أعطينا يا حسان، أعطينا الهدف، أعطونا يلا، متعونا فرجونا حضروا الجمهور، متعوا الجمهور ومثلوا الحاضرين، ومثلوا الحاضرين في هذا الملعب، أعطوهم مثل من هذا وذاك، أن تكون مباراة
سيد فيها الروح الرياضية والأخلاق المبدئية وروح النشاط وروح اللعبة وروح المتعة وروح الفريق الجزارة مقطوعة من رقم 20 اللاعب رقم 20 يعطي كرة أحلى كرة وحكم يقول فاول الحكام يقول فاول كما قلنا فاول لفريق التكوين المهني همشي التكوين عند مبارك واحدة واحدة مقطوعة من مبارك عند حسان العار بيضاوي يضرب البيضاوي يضرب البيضاوي البيضاوي اليوم منوش بيضاوي البيضاوي اليوم ما شتوش أجواء ما دخلش في أجواء المقابلة تعودنا عليه التيف وصانع العاب ولكن اليوم في خبر كان يا بيضاوي تمشي الآن عند اللاعب 20 يصوب وبعيدة مرة أخرى بعيدة من اللاعب كمان كبير من سوف يحقق هذا البطل من سوف يحقق هذا اللقب سيكون من كبار الكرة الودنونية من كبار الكرة الودنونية الصحراوية تمشي الآن عالية ولكن فقط التماس أو لضربة مرمى كما قلنا ولكن لا ننسى الوصافة الوصافة في مثل هذه البطولات تعني أكبر شيء أن تكون وصل وصيف بطل دوري أم حيريش فأنت بطل في دوريات أخرى فأنت كبير في إحدى الدوريات الأخرى كما نقول أن دوري أم حيريش من أعرق البطولات ومن أشولها ومن أمجدها هنا الآن أحلى مباراة كما قلنا أحلى إثارة وكارت أصفر وكارت أصفر مرة أخرى كارت أصفر الحسن ميتوش يعطي حسين تمشي عند حسن سمير سمير مع لاعب بيدين بيدين يحاضر أكورته مرة أخرى تصويبة بعيدة تصويبة بعيدة من بيدين بيدين ولين هادي ومن مين هادي ولوين هادي يا بيدين وين رايحة بهذه التصويبة أعطي واحدة واحدة واعطي مسة مسة ودقة بدقة وتمريرة بتمريرة حتى تلحق الفرصة وتلحق الأجمل اللهم تضيع 10 دقائق وأربعة وخمسة وتسجل هدف أما أنت تسرع في دقيقة وتفسد كل شيء يا بيدان تمشي كرة عند بيدان بيدان يحافظ ولكن تماس مرة أخرى تماس عند القزارة يلا يا قزارة أعطينا يا محمد أعطينا يا حماد ولكن عالية والتماس عالية وضربة مرمى أخرى ضربة عالية عالية عند مبارك يلا يا مبارك بمبدأ الصحراوية بمبدأ ابن الودنوني بمبدأ ابن القلمين وخاصة كما أنت كبير يا مبارك يا بردليل لأنك من أشهر أبناء الحي ومن أشهر أكبر وكبار حي القصبة يا مبارك يا بردليل يا زغيتم يمشي مبارك عالية ولكن بعيدة بعيدة من مبارك وفقط لي. سوف يحقق المجد لفريق القزارة وهو ليس منهم وهو ليس جزارا وليس دفاحا وليس نحارا يا انت يا جاعة لست من الجزارين ولماذا مثلت هذا الفريق هو فريق الجزارة وانت حتى تجازم تتوز عليها يا انت يا جاعة يمشي يا انت يا جاعة يا انت يلا اعطينا الاسبقية واعطينا الاكتار اللي متعودين عليها منك شكلي استفزيتك كثيرا ولكن اريد منك التسجيل يا انت تمشي كرة تماس تمشي كرة تماس واعطينا احلى تماس او ضربة مرمى يقول الحكم ضربة مرمى يعطي الحكم يقول ضربة مرمى يقول الحكم آسف يا إنت على بعض الكلمات ولكن لأنك زميلي وشقيقي والأخ هيا في الحي أريد أن أقول لك ما أريد يا إنت يا جاعة تمشي عند مبارك واحدة واحدة مع مبارك يعطي البيدان يا بيدان يا بيدان ماذا بيعت هذه لم أراها إلا في الشباك هذه لم أراها إلا بالشباك جملة تكتيكية فنية من فريق التكوين المهني ولكن ضاعت من بيدان ويعطي أحلى تصويبة ولا ننسى نذكر بمستر المدربين مورينيو فريق التكوين المهني رشيد الراوي رشيد الراوي مدرب فريق التكوين المهني لا ننسى أن نؤيد به أنه من كبار المدربين وكذلك لا ننسى مدرب فريق القزارة وهو الكبير وكبير القزارة الكبير يمشي الآن عند بيدان بيدان مقطع الكوزاوي يمشي الكوزاوي أعطينا كترة طاو أعطينا إيتا دروب إيتا لا يا إيتا يا إيتا يا ساعة فرصة العمر تضيع وفرصة المباراة تضيع وفرصة الجنون تضيع وأي جنون فرصة التقدم للقزارة يعطينا أحلى بداية وجاع يضيع وجاع يضيع أحلى مباراة وجاع يضيع أحلى مباراة شكله جايع في المباراة جايع على اسمه هو إيتا جاع وشكله جايع في المباراة يريد التسجيل يريد التقدم يريد الإثارة يريد المتعة يريد الفرجة المضمونة ويريد أي بداية وأي أسبقية وأي تقدم وأي إثارة يا إيتا يا جاع يعطينا أحلى بداية ويعطينا أحلى مباراة ويضيع على فريقه ويضيع فرصة التقدم على فريقه مرة أخرى أي تقدم يا إنت جاع واحد واحد الفريقين أريد الحسم في مباراة أريد 2-1 قزارة أريد 2-1 تكوين مهني ما يهمنيش المهم يفوز واحد وهو ضرورة الفوز مباراة لا تقبل القسمة على 2 مباراة لا تقبل القسمة على 2 اللاعب يستحق الفوز يفوز هذا مبدأي اللي سجل يفوز ركلات الجزاء تبقى مباراة حظ يعطي إنت واحدة واحدة ولكن عكس هاي هذا يا إنت ما هذا يا إنت من أين لك هذا يا إنت تمشي فرصة تمشي إثارة ما
نعم كما قلنا 1-1 لحد الساعة 1-1، وأي بطل سوف يكون وأي إدارة سوف تكون وأي نجوم سوف يكونون في أحلى أجواء في أحلى مباراة، مباراة الموسم كما قلنا للتكرة بطل هذه النسخة، بطل هذه النسخة، ومن سوف يكون بطل النسخة الرابعة؟ يمشي حسين جمال في الباي باي يا حسين، يا حسين يا ميتوش، الاول باي باي والثاني في خبركين، ولكن الفرصه تضيع وضيع اهل اسبقيه، واسبقيه 2-1 تضيع على فريق القزاره، تضيع على فريق القزاره 2-1 تاعت تمشي ضربه مرمى. كما قلنا من سوف يحقق نسخه هذا الموسم النسخه الرابعه سوف يحمل بلقبه، وسوف تكون منصه التتويج بالخزانه بقويله، بقويله اليوم ما يسموها بقويله هنا قرب شارع طنطان، وسوف تكون الأحفاح مفراحة تتويج هناك، وسوف تكون الإثارة، أي إثارة؟ هل سوف تكون جزارية أم أنها ستكون للتكوين المهني؟ أي واحد منهم من سوف يكون مغضوب عليه ومن سوف يكون مناشد ومؤيد ويفرح أحلى فرحة وأحلى إثارة في شهر رمضان؟ من سوف ينهي إثارة شهر رمضان بعيدين، عيد رمضان الأبرز وعيد التتويج ببطولة بحيريش؟ ومن سوف يكون للصغير والكبير يا فريق الجزارة يا التكوين؟ اعطونا مبدئيه، اعطونا فرصه، واعطونا متعه. بالنسبه لي لا انتظر ركلات الجزاء، لا اريد ركلات الجزاء، لان ركلات الجزاء تلعب مع الحظ وتلعب مع الزر ولتنصف، ولتنصف كبار الكره العالميه ولتنصف الكره. انا قلت الحظ تبقى للحظ فقط، انا اريد فريق يستحق المباراه يفوز الدقائق الاولى، يعطينا احلى اثاره، يعطينا كما قلنا نعم أجواء إثارية وحماسية. 1-1 للساعة، 1-1 لحد الساعة، كما قلنا يمشي سمير ونبارك ولكن بعيدا. وأي نهائي، نهائي يجمع فريقي النوادر وفريق شهيد إبراهيم السيكا. تمشي الآن الكرة كما قلنا، نهائي يوم غد، نهائي الأطفال، الأطفال يسمون على أكبر شهيد الشهيد إبراهيم السيكا. وأي شهيد يمشي الآن، تمشي أعطانا في الكرة وأعطونا على الشهداء والأبرار، وخلونا من الشهداء ومن العزة ومن الكرامة ومن المبادئ، وخلنا في أجواء الريادة، في أجواء الحماس، وفي أجواء فريق القزارة. يمشي وراه ولكن فقط عالية، فقط عالية من المدافع للحارس، فقط عالية من الحارس المدافع. تمشي عن جمال، تمشي عن جمال يا سيكار، يلا يا جمال، يلا يا سمير، فرصة العمر يا سمير، يا سمير، يا سمير، يا سمير، فرصة العمر تضيع عليك، وفرصة الكاس تضيع عليك، وفرصة رمضان كله تحلى عليك. ضيع، يضرب البيضاوي مرة أخرى، البيضاوي مرة، مرة أخرى البيضاوي، باي باي ما هذه اللعنة، ما لعنة التصويبات، ما لعنة التصويبات يا البيضاوي، حتى النهائي وتضيع هذه الكرة مش مقبولة منك يا البيضاوي. يمشي سمير، لمسة يد، لا يقول الحكم يمشي، يحلي، يعطي مبدأ الأسبقية، يمشي مبدأ الأحقية، مبدأ الأحقية، يمشي نبيل، يضرب بيضاوي، البيضاوي كأنني استفزيته، كأنني استفزيته، البيضاوي، البيضاوي يعطي أحلى أسبقية، الهدف الأول للجزارة كما قلت، الهدف الأول للجزارة كما قلت لك يا سعسان، كما قلت لك يا جمال، البيضاوي يتكلم، البيضاوي يعطي أحلى بداية، يا فريق الجزارة يتقدم بمبدأ الأحقية ومبدأ الواقعية والفعالية بمبدأ اسمه الأحقية، يعطي أحلى لورة، اضرب الكرة لما الكرة تحبك، لما الكرة تجيك، لما الكرة تعطيك، لما الكرة تناديك يا بيضاوي، تعطي أحلى تقديرة. أي مباراة يا بيضاوي، ضيعت الأولى وضيعت الثانية، 2-1 الجزيرة، يمشي باركو، ما هذا يا هذا؟ من أين لك هذا يا لبيب؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء لفريق التكوين، ضربة جزاء، ضربات الجزاء لفريق التكوين، أو ماذا خطأ؟ يمشي بيدان في التنفيذ، يعطينا بيدان، ركلة جزاء الآن، يضرب بيدان، يمشي بيدان، يضرب بيدان أحلى بداية، يضرب بيدان أحلى تسديدة، يمشي يا بيدان، أعطينا التعادل، أعطينا الإثارة أو ماذا؟ هل سوف تكون تعادلية، تعادلية مثيرة لفريق التكوين؟ أم أن العكس؟ أم أن أجواء أخرى سوف تكون؟ أم أن إثارة أخرى كذلك سوف تكون؟ يمشي بيدان، أعطينا يا بيدان، ضرب يا بيدان، صاب يا بيدان، يا بيدان، فرصة
تمشي كما قلنا ضربة مرمى وميادة عن عالي يمشي الآن تمشي الكرة أجواء مثيرة وحماسية تمشي الآن والآن 1-1 2-2 كما قلنا أجواء مثيرة وأجواء حماسية وأجواء فرشة وأجواء إثارة وأجواء الأبدائية والأسبقية 2-2 في أحلى مباراة يمشي لاعب رقم 20 مقطوعة من نبيل يحافظ نبيل يغطي على ملوته يبدأ على السيارة كسرها صراحة اللاعب رقم 20 كبيرا لا للنرفزة لا للنرفزة يا نبيل ولا للنرفزة يا فريق التكوين المهني الرياض أخلاق ومبادئ وإصرار ونشاط نريد اللعب ونريد المتعة والاستمتاع نريد الفرجة والنشاط والإثارة وإمتاع الجماهير الحاضرة لا نريد المناكسات والمشاكسات كما قلنا الآن في أحلى مستوى وأحلى إثارة 2-2 مباراة حماسية مباراة توية مباراة كبيرة يضرب حماد يمشي حماد يحافظ حماد يضرب ولكن فقط بعيدة توعي بالخزانة العامة بمدينة كولمير وكما أظن أن من سوف يكون مقدم الجوائز هو سعيد أبرار سوف يقدم الجوائز للفائز بهذا اللقب تمشي لنا الكرة تمشي لورا الكرة أعطونا من الجوائز وأعطونا من الإثارة واضرب يا بيتا يا حسن اضرب يا حسن ويضيع ماذا يردد؟ كنت سوف تكلف غطاء العمر كنت سوف تغلق فرصة العمر على فريقك وتضيع الموسم كله حصلت رئيسة العام كامل يوجد في الأجواء وجه انت في يوم يردد وقف فريقك موسم على كله لا يردد عالية من عند اللاعب يمشي اللاعب رقم 20 كنترول سيء كنترول سيء مباراة سلام جادي والتاريخ مباراة الكباري والأجسارة يمشي يضرب ولك مقطوعة كما قلنا لقى فريق التكوين كانت لولا أسبق فريق الجزيرة ولكن لبيدان هدف البطولة كان رأي آخر وللرأي تقبل ولكل رأي الرأي يا فريق الجزيرة من سوف يعطي بيدان واحدة مع السبيل مقطوعة من البيدوي مقطوعة من حسان يمشي حسان يروق مليح يمشي حسان يعطي بعيدة من حسان ولكن بعيدة يا حسان السلامات لا مبارك بردليل الصغيتر يمشي مبارك أعطينا التقدم له يغطي بكورته فقط إلى ضربتها فقط إلى ضربة مرمى لحد الآن كما قلنا 2-2 وأي 2 وأي حماس بشراكة مع جمعية وادم العشار كما قلنا تمشي الآن عند نبيل يعطي نبيل أعطينا الإثارة وأعطينا الكريستال وأعطينا حسب الدقائق وما أكره دقائق الأخيرة وما تقتلنا كل شيء وتفقد الأمل في كل شيء يمشي حسن وراءه من يسجل بالنسبة لي من يسجل بها من سوف يسجل في هذه الدقائق أضمن له اللقب يمشي حسن يعطي حسن واحدة مع حسن صراحة بالنسبة لي فريق الجزيرة لاعبين مليح فريق الجزيرة داخلين في المباراة يمشي بيدان يعطي بيدان الأية الأسبقية النادي يا بيدان يمشي بيدان يعطي ولكن الحكام يقول خطأ والحكام يقول خطأ خطأ لفريق أوميدا سلامات يا بيدان يعطي أحلى أسبقية الآن آخر الدقائق كما قلت دقيقة واحدة أو اثنين أو ثلاثة على لحنا أولاد تمشي الآن ضربة خطأ فاول ماذا يقول الحكم؟ الحكم يقول فاول لبيدان فاول يقول الحكم سلامات يا بيدان يصور مليح هذا اللاعب تصويباته صاروخية تصويباته نارية عالية لبيدان الآن بيدان باليسير يصوب باليمين يصوب المهم يضرب الشباك ولكن بعيد حضرت فيها الفنية تعطينا أجواء مثيرة ومثيرة سوف تعطينا ركلات الجزاء على ما أظن أجواء المقاطعة ومع الدقائق الأخيرة من المباراة يضرب بيدان ولكن لا يضرب بيدان يا لمين ماذا سوف يكون القيل والقال يتسجل أحد الفريقين يا لمين والبكاء ماذا سوف يكون كلام الفريقين يتسجل أحد منهما يمشي كترتك يلا يا نبيل كترتك المسجد يضرب نبيل يا نبيل لم يكن أناني ولكن الأنانية هي العام في هذه الأجواء الأنانية هي العام في مثل هذه الأماكن الأنانية مطرونة لولا هذا عدم أنانيتك كلفت على فريقك كفكيس وتمشي لها كرة عالية كما قلنا عند البيضاوي رد النبيل صوب مرة أخرى نبيل وماذا يصوب نبيل وتدخل مبارك تدخل مبارك بردليل مرة أخرى مبارك بردليل مع اللاعب رقم 20 مع اللاعب رقم 20 عالية لكن ماشي ما يلحقهاش لكن الحق الكزاوي تمشي بتمام تمشي ومن سوف يكون بطل ومن سوف يحقق اللقب ومن سوف يعطينا إثارة ومن سوف يعطينا أحلى مباراة يمشي لاعب رقم 20 أعطينا فرصة التقدم أو مات مع هاي التجاعة يمشي جاعيته يمشي يضرب ليه يمشي مع سمير يضرب بيدين واحدة الثانية لا يا سمير ماذا يا سمير
أداء سمير، فرصة البطولة، فرصة الموسم، فرصة السنة كلها، قدروا عليك يا سمير، ضيعت على فريقك ما لا يطيع، أنت مع الفرحي راس راس راس، ولا تأتي صافرة الحكم، ولا تأتي صافرة الحكم، على أجواء التعادل، على واقع التعادل، 2-2 لكل الفريقين، ونذهب معكم الآن إلى أجواء الركلة.